عفوا يا شيخنا، هل يجوز الرقص مع الدخل والنساء فيما بينهن؟ لا بأس. ورجال الرقص بينهن لا بأس، لأنهن من شأنه النهار. أما الرجال لا يكون مع النساء. لا، الرجال يرقصون، هذا ما يسمى رقص، لعب لعب، تتقلب في مع الحروب، مع الحراب ومع الدرق، هم ما يسمى رقص. نعم.